هقدم لكم قصة. ده نجحنا نجاح البرنامج مع صندوق مكافحة الإدمان. أحمد شاب جدع، وبقول جدع إنه قبل وقال أنا هصور نفسي. هيتعالج ولا لأ؟ ده في علم الغيب. لأ، برنامج هو ده، كلمتنا صح. تعالوا نشوف أحمد ونقول له ألف ألف مبروك. حضرتك بجد بجد بقى انا شخصيه محترمه قوي ان انت حضرتك وقفت جنبي وخليتني بطلت المخدرات. يا ريت تساعد كتير من الشباب كده، وانا بجد الحمد لله اللي انا طلعت للدنيا وللشمس وحسيت فعلا بجد ان انا بني ادم. يعني انا بجد من جوايا حسيت ان انا بني ادم، وبنتي ومراتي فرحانين بيا الحمد لله، ونسايبي فرحانين بيا ان انا بقيت شخصيه محترمه والحمد لله. والاكتر ان انت بجد انسان محترم قوي وربنا يبارك لك في صحتك. بس كل اللي انا طالبه منك طلب واحد بس حضرتك، انك تقف جنب اعمل اي مشروع اقف بيه على رجلك. احمد اتصل بالبرنامج على صفحتنا طارق علام تي في، اتواصلنا مع صندوق مكافحة الادمان، وبعدين زي ما انت شفت هو معانا دلوقتي على الهاتف. ازيك يا احمد، عامل ايه؟ ازيك يا طارق، عامل ايه؟ انا سعيد وفخور بيك انك اولا عندك ثقة في نفسك، انك لجأت لينا، انك مشيت في الخطوات. واحكي لي الرحله قعدت قد ايه؟ انت بقالك قد ايه في هذا الـ 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 المشوار الحمد لله طيب؟ يعني انا الحمد لله ده بعد يعني حضرتك وربنا طبعا ما وقفتوا جنبي. انا الحمد لله دخلت المستشفى وانت حضرتك اللي ساعدتني اللي انا دخلت المستشفى، والحمد لله اتعالجت وبقالي دلوقتي 3 اشهر و5 ايام ما بشربش حاجة الحمد لله. كنت بتشرب الأول إيه يا أحمد؟ إيه؟ كنت بتاخد إيه؟ كنت باخد برشام. بطلته خلاص؟ الحمد لله. العلاج سهل ولا العملية بالنسبة لك صعبة ولا إيه؟ والله حضرتك العلاج سهل جدا فوق ما تتخيل، بس إحنا اللي بنوهم نفسينا. تمام. ده في جنبك الحاجة ولا مين اللي في سامع صوت حريمي كده؟ أخت. آه. طب عاوز تقول ايه؟ اجيب اكلمها برضه، المفروض تبقى فرحانه باحمد اهو. ما تحرمش منك. ربنا يكرمك. ده انا السلام عليكم، ما تحرمش منك يا غالي. ربنا يكرمك. انا سعيده وربنا حياني من جديد اللي انا سمعت صوتك، كان نفسي من عيني. ربنا يكرمك. صوتك والله يا ابني. ربنا يخليك. ربنا يبارك لك في صحتك وعافيتك يا رب، وما يخش جسمك المرض يا رب، ويخليك للغلابه. قولي لي يا احمد، انت فرحانه بقصه احمد انه لجأ للبرنامج وتعالج؟ انا فرحانه وسعيده جدا 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 اللي ابني ربنا شفاه وعافى عنه وصام وصلى على كده، والبركه في ربنا وفي حضرتك ويخليك لنا وللغلابه يا رب. ربنا يكرمك. انا سعيد جدا. ما تقلقش يا ابني، ما اسمع عنك خبر وحش. ربنا يكرمك يا ام أشوف احمد. البرنامج بتاعك في رمضان بقعد قدامه كده عشان اشوف حضرتك. ده انا سعيد والله ان معايا احمد، وانه كان مريض والحمد لله يعني ربنا نجاه. ونشكر الناس الطيبه اللي زي حضرتك اللي وقفت جنب ابني برضه، والناس الاهل الخير الله يبارك لك يا ابن روح. ربنا يكرمك يا ام. ما سمعانك سمع وحش ابدا. وخلي بالك من احمد بعد كده بقى، ما يرجعش الحاجات دي تاني، خلي بالك. لا خلاص، ربنا كرمه ومعاه سجده زي العسل. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. واشتغل وفاق ومعاه ست تحت، ست الستات بنت ناس، وكانت حامله وصابره وربنا اداها على قد ضميرها ان ربنا شفى جوزها. الحمد لله يا رب. نفسي كل واحد بيدمن مخدرات شوف الام فرحانه ازاي. أنا زغرتي له كده وبوسيه وقول الحمد لله ومسكي فيه انه يبقى سليم. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الشكر ربنا وليك يا ابني حبيبي. انا بحيي صندوق مكافحه الادمان يا جماعه، دي قصه حقيقيه. الراجل ده ما يعرفوش، ده شاب شاف البرنامج ده زي اي واحد، ممكن تقلب تتفرج على ماتش كوره على حاجه، انما ده ربنا كتب له العلاج. انت تغير وبقى كده. احمد لو معايا ان شاء الله عايزين نكمل معاه المشوار. احمد كان نفسه في مشروع صغير نكلم صندوق مكافحه الادمان لانه بيعمل كده، او جماعات اللي متعامل معاها. انا بحيي احمد اللي بيقدم صورته تاني، اللي صور نفسه اول مره وتاني مره انه تعالج، انه عاد للحياه. شوف امه فرحانه ازاي. انت كده، انت بقى او انت يا جماعه تعالجوا، طلعوا رقم صندوق مكافحه الادمان. احنا وسيط. ده احمد اللي لجأ وبعد توفيق ربنا. الرقم اهو موجود، 16023. بحيي صندوق مكافحه الادمان. في نتيجه، احنا بنتكلم بنقول افعال وحاجات حلوه، بس بتجيلنا حكايات غير عاديه.